انضباط دفاعي انا عجبوني حقيقه اعيد واكرر وانا قلت في اكثر من مره في الدوري ان عندنا قلبي لاعبين مدافعين شباب على اعلى مستوى واصدهم من عيمي وايمن قدموا اداء جيد سريعين في التغطيه سريعين في في وايضا يعني كرتهم تخرج من الخلف للامام بشكل بشكل سلس اليوم كريم بضيف يعني احسن مباراه له اليوم بضيف انا اعتقد احسن حتى من من مباراته بالدوري كنت انا اقول بضيف ممكن تراجع مستوى بعد كاس العالم او 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 كبر في العمر لكن يضيف واضح انه هو يعني من 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 العناصر المهمه واللي يعمل اضافه كبيره في وسط ملعب الدحيل وقدم